حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في القسم الثاني من برنامجي في المنتصف، والذي نناقش فيه ما تناولته الصحف فيما يتعلق بالوضع في العراق، حيث تستمر تظاهرات في مدن مختلفة في العراق رافضين ترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة ومطالبين بإقالة قيادات من الشرطة متهمينهم بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين. صحيفة العربي الجديد تحدثت عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين في الناصرية، نتابع ثم نستكمل الحوار. تجددت اليوم الاثنين الصدامات بين القوات العراقية ومتظاهرين في مدينة الناصرية جنوب شرقي البلاد، بعد استخدام قوات أمنية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين تجمعوا أمام جامعة العين الأهلية وأغلقوا بوابتها وكتبوا عليها مغلقة بأمر الشعب. وقالت مصادر محلية للعربي الجديد إن متظاهرا واحدا قتل وأصيب ثلاثة آخرون خلال محاولة تفريق المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم أمام الجامعة، مرددين هتافات غاضبة بسبب استمرار استهداف المتظاهرين بالقوة القاتلة. وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر رجال أمن وهم يصوبون نيران بنادقهم نحو المتظاهرين أمام جامعة العين الأهلية بشكل مباشر. وبيّنت المصادر أن متظاهرين آخرين قطعوا جسري النصر والحضارات في الناصرية، بالإضافة إلى جسر الزيتون الذي قطع في وقت سابق، كما قطعوا تقاطع البهو في خطوة تصعيدية قالوا إنها لن تتوقف ما لم يقدم قائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي استقالته بسبب تصريحاته الأخيرة التي هدد فيها بفض تظاهرات الناصرية بالقوة. كما نظم المئات من خريجي وطلبة المعاهد التقنية في ذي قار تظاهرة تضامنية مع معتصمين ناصرية المطالبين بإقالة قائد الشرطة ومحاسبة قتلة المتظاهرين، بينما توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي بالمدينة للانضمام إلى المعتصمين الذين جددوا رفضهم ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، وطالبوا بمحاكمات علنية لمرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين. وفي وقت سابق الاثنين أعلن متظاهرو ساحة الحبوب عن تمسكهم بمطلب إقالة قائد شرطة ذي قار الذي اتهموه بالتورط في عمليات قتل للمتظاهرين، مؤكدين في بيان وزع في الساحة أن المحافظة تحتاج إلى قائد كفء ونزيه وغير متحزب من أجل استتباب الأمن. وأنهى أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفون بالقبعات الزرق أمس الأحد انسحابهم بشكل كامل من ساحات الاعتصام والتظاهر في كل المدن العراقية المنتفضة، ما أعاد الزخم إلى هذه الساحات خصوصا في النجف التي شهدت الأسبوع الماضي مقتل وإصابة أكثر من 150 متظاهرا بهجوم لمسلحين محسوبين على التيار. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي العراقي دكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بك دكتور هلال. كيف يمكن قراءة المشهد في العراق في ظل عمليات القمع المستمرة ضد المتظاهرين السلميين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الذي اصطفى، وبعد تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة وللعاملين عليها. أهلا بك. حقيقة ما يجري في العراق هو مسلسل القتل المستمر منذ الاحتلال 2003 ولحد الآن، ولكن بتصاعد وبتداور تناوب الأدوار ما بين أتباع هذا الطرف أو ذاك، ولكن في الفترة التي أصبح فيها الشعب العراقي بكامل وعيه وبكامل طوائفه خطورة المشروع الإيراني في العراق وما يجري في العراق في الوقت الحاضر، من أنه أصبح العراق هو ليست الحديقة الخلفية كما يقول إيران، وإنما هو جزء من إيران، وواضح من خلال تصرفات الأحزاب والسلطة الحاكمة في المنطقة الخضراء والبرلمان والشخوص والكتل وما إلى ذلك. فخرج الشعب العراقي مطالبا باسترداد العراق. المشهد الآن هو كيف يتصرف المجرم مع الضحية، الضحية وكل شعب العراق الذي انتفض لكرامته. هذا الإجرام المتواصل منذ 2003 ولحد الآن قسم على مراحل. المرحلة الأولى هو قمع ما يسمى بأهل السنة، الكتلة الطلبة في العراق، وقد نجحوا إلى حد كبير في هذا الأمر بعد أن تمت مؤامرات كبيرة
ولا ننسى أن التظاهرات في ساحات الاعتصام في المحافظات الستة الأولى في 2013-2014 نعم. استمرت لمدة سنة واستمرت بسلمية. الآن نفس هذه المظاهرات السلمية كانت استمرت لمدة سنة ومن ثم تآمروا عليها شيئا فشيئا وبعد سنة ثم حصل ما حصل من تآمر. الآن هذا العنف المبكر ضد التظاهرات في وسط وجنوب العراق في بغداد يرجع إلى سببين. أولا السبب الأول انعدام الجانب الطائفي الذي قضت عليه الساحات، هذا واحد لا يستطيعون اتهامهم بأنهم هؤلاء نواصب وسنة ووهابية وتكفيريين وما إلى ذلك، هذه التهمة غير ممكنة لأن كلهم هم معظمهم من الشيعة بغض النظر عن تحكمهم على هذه التسميات. الشيء الثاني أن هؤلاء الناس هم يعتبرون أتباع بهذه الأحزاب وهم جمهور هذه الأحزاب التي خرجت عليهم النقدة بكل الجرائم التي طيب. هذه الأحزاب وهذه الكتل، ولهذا السبب القمع لا يمتلكون سلاحا آخر، لو امتلكوا سلاحا آخر لاستخدموه. ولكن يلاحظ إذا تسمح لي بدقيقة على هذا المشهد بالذات أنه لماذا مقتدى الصدر يتسيد المشهد بالوقت الحاضر بعد المقتل سليماني والمهندس، بأنه مقتدى الصدر معروف في ولائه المطلق لإيران وهو من قام بأول عمليات فتنة طائفية. سنتحدث عن مقتدى الصدر ولكن نريد تفسير لانسحاب أتباع مقتدى الصدر وهم أصحاب القبعات الزرق كما يسمونهم، يعني لماذا انسحبوا من ساحات الاعتصام في هذا التوقيت؟ لماذا؟ أخي الكريم لأنهم لم يكونوا مشاركين لأجل العراق، هم شاركوا لأجل تنفيذ مشروع إيراني، وبالتالي انفضح أمرهم وخلقت تواجدهم واعتدائهم على الساحات ردة فعل عكسية كبيرة عند الجمهور العراقي. التفاف الشعب العراقي حول المتظاهرين المنادين بحرية العراق وأن مقتدى الصدر وأتباعه وتياره قد فقد كل مصداقيته في الشارع العراقي، وبالتالي أصبح انسحابهم لصالحهم، يعني انسحاب مستوجب، لأنه مقتدى الصدر يعد لعدة أخرى. هو دخل، هو أنكر التظاهرات بالبداية إذا تذكرون، ومن ثم أراد ركوب موجتها ومنعته الساحات من ذلك، فبدأ بإرسال أتباعه بشكل خفي إلى الساحات وبأشكال مختلفة، وآخر تقليع هي القبعات الزرق التي هذه ليست أول مجزرة قامت به القبعات الزرق. القبعات الزرق هم الذين قاموا في مجزرة في ساحة الوتبة وفي على حد جسور بغداد في قبل شهر أو أكثر، ومن ثم يعطون الغطاء للميليشيات المسلحة للدخول والتجسس واختطاف المتظاهرين. كل هذا العمل يتم بالتنسيق مع كل الكتل السياسية بضمن كتلة مقتدى الصدر ولديه 54 نائب في البرلمان وهو مشارك في الحكومة، ولكن هو يركب الموجة يحاول أن يمتص الزخم ومن ثم يعيد الأمور إلى السلطة مرة ثانية إلى السلطة الحاكمة، وهذا هو دوره منذ البداية. نعم. يعني لاحظ هذا الانسحاب أتى بعد فضح التيار الصدري وأتباعه وانقلاب العدد الكبير من عدد لا بأس به من التيار الصدري على مقتدى الصدر، لأنهم عرفوا حقيقة مقتدى الصدر بأنه هو ذهب إلى إيران لكي ينفذ هذا الموضوع بشكل واضح مضاد للشعب العراقي. ولا ننسى أن أتباع الصدر هم من المسحوقين أيضا، وهذه الثورة لمصلحتهم وليس ضدهم. اليوم كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر صرح وقال بأن الصدر إذا سمع بأن علاوي أعطى لجهة بالذات الفصائل الشيعية وزارة فسيقلب عليه العراق جحيما ويسقطه في 3 أيام. ألا ترى أن موقف الصدر من محمد علاوي متخبط، ربما مرة يكون مؤيد له ومرة يكون ضده؟ والله أنا هذا الرجل ببساطة شديدة لا تعرف له أول من آخر. أولا الصدر هو أول من أيد كريم محمد توفيق علاوي. نعم. وقال هذا مرشح الشعب. اثنين، ما تسرب من أحداث مؤكدة بأنه الصدر هو محمد علاوي، محمد توفيق علاوي هو مرشح التيار الصدري وهادي العامري باتفاق مكتوب، وهو ناتج عن
كل الكتل السياسية اتفقت على هذه، وهو صدر يريد أن يفرض شروطه عليه وهو قادر على ذلك لأنه هو من أتى به. ونلاحظ أن هذا التنسيق الإيراني ما بين الإيران وما بين مقتدى الصدر وما بين الكتل واجتماعهم في إيران لم حقيقة يستبعد أن يكون هناك اتفاق على هذا الأمر. ولكن هذا الكلام الذي لا أساس له، مقتدى الصدر له أقوال وأفعال متناقضة باللحظة. هو قال أنا ضد الحكومة العراقية الحالية، وخرج بعدها بفترة بمظاهرة مليونية لتأييد المالك إذا تذكرون. نعم. وهو قال أنا معارض لهذه الحكومة وهذا الفساد وما أعرف إيش، وهو لديه من أتباعه من أشد الفاسدين في هذه الحكومة. فهذه التصريحات التي لا ليس لها معنى وليس لها أرضية حقيقية لأنه لا مصداقية له. لا يمكن أن يكون هذا التيار أو هذا الجهات التي أتى بها المحتل واشتركت بالعملية السياسية وباعت أسلحتها للمحتل الأمريكي سابقا، ومن ثم قامت بتجيج الفتنة الطائفية في بغداد في 2005. من قام بها؟ قام بها مقتدى الصدر الذي الآن ينتقد المحاصصة الطائفية والطائفية، وهو أكبر طائفي، وهو من حرق 200 مسجد لأهل السنة في بغداد لحالها في 2005. يعني تصريحاتهم تعتبرها مثل تصريحات لإغراض الإعلام، لا تغني ولا تسمي، بالعكس يقولها ويفعل عكسها. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي العراقي دكتور هلال الدليمي، أشكر جزيلا الشكر على مشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين، صحيفة الاندبندنت البريطانية ذكرت أن التيار الصدري يهدد علاوي بإسقاطه خلال 3 أيام. نتابع ثم نعود. هدد قيادي في التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بإسقاطه خلال 3 أيام في حال أقدم على توزير أشخاص ينتمون لجهات سياسية. ومن المفترض أن يقدم علاوي الذي سمي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية تشكيلته إلى البرلمان قبل 2 مارس آذار المقبل للتصويت عليها بحسب الدستور. وقال كاظم العيساوي المستشار الأمني للصدر في لقاء مع إعلاميين مساء الأحد، إذا سمع السيد مقتدى أن علاوي أعطى لجهة بالذات الفصائل الشيعية وزارة فسيقلب عليه العراق جحيماً ويسقطه في 3 أيام. وشدد على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال. وأيد الصدر تكليف علاوي على الرغم من رفض المتظاهرين تسميته باعتبار أنه مقرب من القوى الحاكمة، وتسبب موقفه بشرخ في الحركة الاحتجاجية التي كان دعمها منذ بدايتها. وحذر العيساوي من عرقلة ولادة حكومة علاوي، موضحا أنه إذا حدث ضغط ولم تتم الموافقة على حكومته سنطوق المنطقة الخضراء حيث تقع مقرات حكومية ودبلوماسية رئيسية. وثمة منافسة سياسية بين الصدر والحشد الشعبي الذي يضم جماعات مسلحة كانت جزءا من تيار الزعيم الشيعي في السابق قبل أن تنفصل عنه. وعلى الرغم من إعلان الصدر تأييده تكليف الوزير الأسبق، شدد العيساوي على أن التيار غير متبن لعلاوي، لكن ما حصل أننا أعطينا عدم ممانعة. وواجه الصدر انتقادات من جانب المتظاهرين بعدما غير موقفه أكثر من مرة، بدءا بدعم الاحتجاجات إلى الانتقال للمعسكر الآخر وصولا إلى مواجهة أنصاره المحتجين في النجف والحلة جنوب بغداد، ما أدى إلى مقتل 8 متظاهرين. وشدد العيساوي على أن التيار الصدري ليس معارضا للتظاهرات التي قتل فيها منذ بدايتها نحو 550 شخصا، إنما مع تنظيفها. وأوضح أيضا: نحن ضد فكرة فض الاحتجاجات، نحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها وتفتيشها. بعدما قال إن هناك من يدخل المخدرات إلى المشاركين فيها، مشددا على أن الخط الأحمر الوحيد هو رمزية السيد مقتدى. ينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي العراقي السيد عبد القادر النايل. سيد عبد القادر، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد عبد القادر، كيف تعلق على تصريحات المستشار الأمني للصدر كاظم العيساوي، وكيف من الممكن للصدر قلب العراق على محمد علاوي؟ من المعلوم تماما أن الصراع السياسي في العراق وصل إلى ذروته، وبالتالي الانسداد السياسي أصبح انسدادا لا يمكن أن يكون هناك مجالا أو أفقا أو نورا في نهاية النفق. لذلك كل الأمور تصب في مصلحة إسقاط النظام وتصب في مصلحة المتظاهرين.
ما هدد به المعاون الجهادي لما يسمى في سرايا السلام لمقتدى الصدر هي تهديدات واضحة أن هناك رغبة صدرية لتولي وزارات مهمة. هذه الوزارات إلى هذه اللحظة لم يحصل التوافق لأن هناك أيضا كتل سياسية قدمت علاوي لمنصب أو تكليف منصب رئيس الحكومة وتريد منه هذه الوزارات. ومن أهم هذه الوزارات التي هو الصراع الخفي الغير معلن أن الصدر تريد وزارة النفط، وبالتالي محمد رضا الثاني أيضا يريد وزارة النفط سيطر عليها منذ 2003. لذلك تهديدات الصدر بعدم تذكير عطاوي وأنه سيطوق المنطقة الخضراء هي تهديدات الابتزاز السياسي. هذا الابتزاز أصبح معلوما تماما للجميع، لا سيما أن نائب رئيس النواب الكرام لرجالي قال أنه ينبغي أن يمرر علاوي وتحظى حكومة علاوي الثقة الكاملة للبرلمان، وبالتالي البرلمان يريد محمد توفيق علاوي. وهذا أيضا تصريح آخر على أنه إيران تريد إنهاء وبسرعة تشكيل حكومة بقيادة علاوي لأنها علاوي مرشح ميليشيات حزب الله اللبناني وتحديدا محمد موسراني يتولى هذا الموقف الحساس. إذا إيران تريد هذه القضية والصدر يعلم أن القضية ستمضي بهذا الإطار، لذلك تهديدات تنترج تحت طائرة ابتزاز سياسي من أجل. طيب سيد عبد القادر، يعني تصريح العساوي أيضا قال بأنه مع استمرار التظاهرات الشعبية ولكن يجب تنظيفها، ماذا يقصد بهذا الكلام؟ واضح تماما أنهم سعوا إلى تدمير التظاهرات عبر ما يسمى اقتحام القبعات الزرقاء لكل ساحات وما يزين التظاهرات، والشعب العراقي رد عليه بقسوة وبتظاهرات فاعلة أحبطت كل مشروعه، وبالتالي بيّن ضعفه أمام الشارع العراقي، لا سيما المظاهرات التي انطلقت يوم أمس ولا زالت في هذا اليوم. لذلك هو يريد حقيقة أن يكون لديه دور لأنه فشل في إنهاء التظاهرات أمام إيران، وهو تعهد أن يلعب الدور الذي فشل فيه قاسم سليماني عندما أسس غرفة العمليات لقلع التظاهرات. الصدر أيضا أذهب باتجاه الدخول إلى التظاهرات ثم قلب الطاولة ولم يستطع. نعم قتل من المتظاهرين، جرح من المتظاهرين، اختطف، لا زال يحتل بناية المطعم التركي جبل أحد في داخل ساحة التحرير، لكن إلى هذه اللحظة الشعب وصوت الشعب أقوى منه. لذلك هو يريد أن تكون لديه فرص لإنهاء التظاهرات عبر هذه المصطلحات، هو يريد خطف الناشطين ويريد ابتزازهم، ولذلك أصدر عدة تعليمات منها أنه يشترط على المتظاهرين أن لا يتحدثون بالسياسة. طيب من الذي يقول ولماذا خرجوا أصلا؟ وهذا السؤال الذي يطرح نفسه، إذن من أنت حتى تشترط على المتظاهرين وهم الشعب العراقي وهم مصدر السلطة؟ وبالتالي لا يريدهم أن يعترضون على مرشح ولا على مدير عام، ولا يريدون أنهم يقولون فلانا فاسدا، هم يريدون قلب الطاولة على المتظاهرين، يريدون تأسيس نظام وطني جديد بالعراق. لا يخضع لك. وما هي الصفة القانونية؟ وهنا السؤال الذي يطرح نفسه لهذا المعاون الميليشياوي أنه يقرر ويريد تنظيف التظاهرات. طيب من أنت؟ لا أنت قائد جهاز أمني، ولا أنت مسؤول سياسي، ولا أنت قاضي، وأين القضاء والحكومة من هذه التصريحات؟ مما يؤكد على أن العراق مختطف لدولة الميليشيات وأنه يعيش بلا دولة بمعنى الكلمة بهذه التصرفات العملية، لأنهم لا زالوا يقتلون. واليوم سقط أحد الشهداء المتظاهرين في الناصرية، والشخص الذي كشف عن اسمه ومنتمي إلى سرايا السلام الذي قتله. إذا لا زالوا هم يستهدفون هذه التظاهرات، لأن الشباب أرعبهم وأسقط صنمهم، وبالتالي كل ما بنوه من عمليات تخويف أو تمجيد لهم ومنهجهم قد سقط أمام الشباب العراقي. فنحن نتكلم عن لأول مرة يهتف في داخل النجف وبالقرب من الكوفة وبالقرب من منزل مقتدى الصدر، يهتف أن مقتدى الصدر قاتل. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي العراقي سيد عبد القادر النايل، أشكرك جزيل الشكر. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية.
إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف. لا يسعني إلا أن أشكر من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. إلى اللقاء.